صباح الخير، صباح الورد عليكم بنات. اليوم نحكي لكم عن مجموعة الألوفيرا. طبعا هذا التونر استخدمه بالليل والصبح بعد ما أغسل بالصابونة، تخلينا على البشرة. طبعا كلش حلو، يزيل الأوساخ، الخلايا الميتة، ينظف البشرة إذا نخلى مكياج. روعة، أنصحكم به. هذا الكريم الليلي، هذا استخدمه بالليل، ينطي ترطيب، تغذية، تنعيم. البشرة ماتش كأنه بعدين الصبح بيها نضارة، كأنه بشرة بيبي. وهذا النهاري استخدمه بعد التونر الصبح بعد ما اغسل وجهي، والتونر استخدم النهاري. وهذا لليدين وللجسم، كلش حلو. تعرفون الالوفيرا بعد وفوائدها، طبعا هاي المجموعة كاملة تعطيكم تغذية، تنعيم، ترطيب، نضارة. اللي بشرتهم جافة، انا بشرتي جافة، هاي المجموعة فادتني كلش. ما يصير بعد تقشير بالبشرة، يصير تغذية كاملة للبشرة، نضارة حلوة للبشرة، وبنفس الوقت تفيد اللي عندهم حبوب، عندهم كلف، عندهم نمش. شنو عندك مشاكل البشرة، مجموعة الالوفيرا تفيدك. طبعا استخدم وياها صابونة الجانوزي، واكو غسول خاص ايضا وياها. انا حاليا دا استخدم الصابونة. البنات اللي مستخدمين هاي المجموعة يا ريت تكتبولنا بالتعليقات اذا فادتكم، وشنو النتائج اللي حصلتوها من استخدامكم لمجموعة الألوفيرا.